مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة، وحنبدأها بفقرة الأخبار. وبعد نهاية فقرة الأخبار ومتابعتنا لأخبار الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي وتدريباته ومعسكره المقام حاليا في دبي في دولة الإمارات، حننتقل لحوار آخر مع الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة الجمهورية الأستاذ ضياء دندش. وكان كتب مقال مهم جدا بعنوان الله يرحم كرة زمان، وأشار للكثير من الأمور الإيجابية اللي لابد أن نعود إليها، واللي بتفكرنا بزمن كان الكل فيه بيتعامل بشكل أكثر رقيا وأكثر تحضرا مع كرة القدم ومع فكرة حب هذا النادي أو ذاك، والانتماء إلى النادي اللي الشخص بيشجعه أو مجموعة أشخاص بيشجعوه. كنا بنتكلم عن النادي الأهلي أو أي نادي آخر بينافس النادي الأهلي من الأندية الكبيرة اللي لها تاريخ في مصر، أو حتى الأندية الجماهيرية التي لا تحقق الكثير من البطولات ولكن تبقى لها جماهيرية عريضة في المدن اللي هي مقامة على أرضها أو بتنتمي إليها. إزاي ننبذ التعصب، تأثيرات السوشيال ميديا، إزاي ناخد منها الجانب الإيجابي وننبذ ونبتعد عن كل السلبيات اللي ممكن تؤثر على طريقتنا وثقافتنا وسلوكياتنا إلى آخر هذه الأمور، فضلا عن قراءة تحليلية للمشهد الرياضي والكروي بشكل عام في مصر، أخبار منتخبنا الأول، قضية شارة الكابتن، بعض الأخبار المتعلقة باستعدادات وعملية تطوير كرة القدم في الفترة الجاية. كل دي تساؤلات كثيرة جدا موجهة النهاردة في هذا الحوار إلى الكاتب الصحفي الأستاذ ضياء دندش. خلونا نبدأ بأخبار فريقنا والمعسكر الأكثر من رائع بإجماع آراء الجهاز الفني واللاعبين. نجومنا نجوم الفريق الأول في النادي الأهلي، الكل سعداء بهذا المعسكر والتدريبات والأجواء الرائعة المحيطة بالمعسكر، التجهيزات المتاحة للتدريبات وفندق الإقامة، والتركيز على الإبقاء على التوب فورم عند اللاعبين ذهنيا ونفسيا وبدنيا وأيضا خططيا وفنيا، لأن في تركيز من الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر على نقل كل الأفكار المهمة والرؤى الفنية المهمة عنده اللي عايز يطبقها الفريق في الفترة الجاية سواء في المباريات المحلية أو الأفريقية. كان في زيارة لواحد من النجوم طبعا اللي عندهم شهرة كبيرة جدا على مستوى كرة القدم العالمية، أنيلكا نجم الكرة الفرنسي، زار معسكر النادي الأهلي وقال الأهلي عالمي وأنتظر عودة الأهلي لمونديال الأندية. النجم الفرنسي أنيلكا أبدأ سعادته بزيارة مران الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي والمعسكر المقام حاليا في دولة الإمارات، وأكد أنه يعرف الأهلي جيدا، وإحنا بنتابع صور الزيارة ولقائه مع الجهاز الفني واللاعبين، وهنا بيصافح الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وموجود مع الكابتن سمير عدلي وكل الكوادر طبعا الموجودة هناك، سواء القائمين على معسكر الفريق من الجهاز الفني للنادي الأهلي أو كمان اللي بيساعدوا الفريق وينسقوا لبعض الأمور من طبعا الأشقاء المصريين اللي لهم مهمات رسمية أو مهام رسمية وأدوار في الإمارات، وبالتأكيد بيكونوا على قدر كبير جدا من الاستعداد لاستقبال الفرق المصرية في مقدمتها النادي الأهلي اللي بيحظى دائما أبدا في أي بلد عربي بحفاوة واهتمام كبير على كافة المستويات الرسمية والشعبية والإعلامية. عندنا طبعا تدريبات الفريق قدام حضراتكم على الشاشة في نفس توقيت زيارة أنيلكا نجم كرة القدم الفرنسي الشهير، بيقول إنه سعيد جدا بزيارة هذا المعسكر، ويؤكد إنه يعرف النادي الأهلي وتاريخه وإنجازاته جيدا لأنه النادي الأشهر والأعرق على مستوى القارة الأفريقية. وأضاف أنه كان حريص على حضور مران الأهلي ومتابعة التدريبات لأنه نادي صاحب شعبية جارفة في القارة السمراء تخطت شهرته حدود أفريقيا ووصلت إلى العالمية من خلال المشاركات المتعددة 5 مرات في مونديال الأندية. وأعرب النجم الفرنسي الشهير عن تمنياته بفوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، وهنا طبعا أنيلكا في حوارات جانبية مع الكابتن أمير توفيق، مع الجهاز الفني، مع الكابتن سمير عدلي، كابتن سيد عبد الحفيظ، مع مجموعة من نجوم ولاعبي الفريق لتبادل الآراء وإبداء رأيه في المعسكر وفي حبه لنادي الأهلي واهتمامه بمتابعة نتائج هذا النادي المصري والعربي الأفريقي العريق النادي الأهلي المصري. وأيضا يقول أنه المشاركة أو العودة للصدارة الأفريقية والفوز باللقب الأفريقي أمر مهم للنادي الأهلي، وأنه بيتمنى أنه يشوف النادي الأهلي بطلا للقارة الأفريقية ولدوري الأبطال الأفريقي من جديد والتألق مرة أخرى من خلال المشاركة دوليا في كأس العالم للأندية. وأعرب أيضا النجم الفرنسي عن هذه الرغبة في الفوز بلقب دوري الأبطال الأفريقي، ويؤكد أنه بيتمنى مشاهدة إحدى مباريات الأهلي في البطولة، بطولات الرسمية سواء الدوري العام المصري أو البطولة الأفريقية، خلال الفترة المقبلة في الاستاد أو في ملعب المباراة. وقال كمان أنه يعرف جيدا بعض نجوم الكرة المصرية ونجوم النادي الأهلي تحديدا، وفي مقدمتهم حسام غالي ومحمود حسن تريزيجيه، إلى جانب نجوم آخرين من الكرة المصرية التي تعد من المدارس الكروية الرائدة في القارة السمراء، فضلا طبعا عن معرفته أكيد بنجوم من خارج النادي الأهلي ولكن لهم شهرة طبعا وصيت ذاع على المستوى العالمي زي نجمنا الكبير محمد صلاح.
وعندنا طبعا متابعه واهتمام بالحاله الطبيه والجاهزيه الطبيه واستشفاء عدد من نجومنا اللي كانوا غايبين عن المباريات في الفتره اللي فاتت، وبيتم تجهيزهم سواء ببرامج علاجيه او تاهيليه، والمتابعه الطبيه ايضا المتخصصه مهمه جدا في المرحله دي، زي نجم دفاع الفريق محمود متولي. خضع محمود متولي لاشعه جديده وعرضت على خبير في الامارات، والخبير الالماني طلب بعدم الاستعجال في عوده اللاعب او الدفع به في المباريات، وانه يحصل على اكبر قدر ممكن من الوقت لتجهيزه طبيا بافضل شكل ممكن، حتى لا تعود له آلام الإصابة أو حتى لا تعود شكاوى من الإصابة مرة أخرى أو تجددها، وأنه يبقى في اطمئنان بنسبة 100% إن شاء الله على أنه في أتم حالاته البدنية والجاهزية الطبية الكاملة للعودة والمشاركة بقوة في التدريبات الجماعية والمباريات. بيخضع لبرنامج متخصص نجمنا محمود متولي لتأهيله بدنيا وإعادته للمعدلات البدنية الجيدة، تدريبات في الجيم والاهتمام بلياقته البدنية، ولكن بشكل بيخضع لمتابعة ورقابة طبية حتى لا يؤثر الأمر بأي شكل سلبي على برنامجه العلاجي واستشفائه من الإصابة. الجهاز الفني يصرف النظر عن ودية معسكر الإمارات. تم الاتفاق بين المسؤولين في الجهاز الفني للفريق الأول كرة القدم في النادي الأهلي على الاكتفاء بالتدريبات اليومية طبعا اللي بتجرى وبيستضيفها ملعب شباب أهلي دبي للتحضير المواجهات المهمة اللي هيخوضها الفريق في الفترة الجاية إن شاء الله على مستوى الدوري العام أو البطولة الأفريقية. وتم صرف النظر أو خلاص اتفقوا على أنه ليس هناك ضرورة ملحة لخوض مباراة ودية على هامش المعسكر في الإمارات. الكابتن سيد عبد الحفيظ بيكشف عن موعد انضمام الافارقه لمنتخبات بلادهم. عندنا اكتر من نجم من النجوم العرب والافارقه في الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، بنتكلم عن معلول، ازارو، جيرالدو، وعندهم ارتباطات رسميه مع منتخبات بلادهم في التصفيات الافريقيه المؤهله لنهائيات امم افريقيا 2021. بيؤكد كابتن سيد عبد الحفيظ ان المواعيد تم تحديدها وان اللاعبين هينضموا فورا الى منتخبات بلادهم عقب نهايه المعسكر المقام حاليا في الامارات. بينضم معلول لمنتخب تونس لخوض لقائي ليبيا وغينيا الاستوائية، وهتقام المباريات ايام 15 و19 من شهر نوفمبر. وازارو لمنتخب المغرب هيواجه كل من موريتانيا وبوروندي في المواعيد المخصصة للمباراتين، وايضا جيرالدو مع منتخب انجولا مخصص للمباراتين مع كل من جامبيا والجابون ايام 13 و17 من الشهر الجاري. بينتهي معسكر الاهلي، تم الاتفاق على انهاء المعسكر يوم الاربعاء المقبل وعودة البعثة الى القاهرة ان شاء الله بعد خوض الفريق لتدريب في صباح يوم الاربعاء ثم المغادرة الى القاهرة. نجم حراسة مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي بيتكلم عن الفترة اللي جاية، بيقول كلام مهم جدا عن تركيزه وتركيز كل زملائه من نجوم ولاعبي الفريق والطموحات الخاصة بالفوز بدوري الأبطال الأفريقي إن شاء الله في الفترة القادمة. اتكلم نجمنا نجم حراسة المرمى على مستوى النادي الأهلي ومنتخب مصر في أكتر من اتجاه، قال ان الفتره الجايه عايزه تركيز كبير جدا، قال ان في ايجابيات وروح ايجابيه في الفريق وشكل جديد فني بقياده الجهاز الفني الحالي بقياده ريني فايلر، وانه هذه الايجابيات بدات من تدارك اخطاء الموسم السابق وانهاء الموسم بنجاح بالفوز ببطوله الدوري العام المصري لكره القدم. واضاف ايضا ان المنافسه في الفتره دي على مستوى دوري الابطال الافريقي اصبحت اكثر صعوبه لارتفاع مستوى عدد من المنافسين وزياده عدد الفرق اللي بتتنافس على اللقب، وايضا استعانتها باكثر من نجم محترف من البلاد العربيه والافريقيه. ده كان كلام مهم جدا لنجم حراسه المرمى محمد الشناوي، واتكلم عن ان خريطه الكره اتغيرت بنسبه كبيره في السنتين اللي فاتوا او في الموسمين الاخيرين، وبيقول انه الامل كبير جدا ان شاء الله في الفوز بدوري الابطال، وان ده الحافز والطموح والهدف الرئيسي له ولزملائه. كان عندنا كمان اكتر من خبر اخر، عندنا متابعه مجلس النواب المصري لتصويت الاتحاد او اللجنه الخماسيه بشان حصول محمد صلاح او دعم محمد صلاح في المنافسه على لقب افضل لاعب عالميا. كان هذا الامر اتكلم عنه الدكتور جمال محمد علي، وقام بتبرئه اللجنه الخماسيه تماما بشكل علمي واكاديمي وبالمواعيد اللي قدم فيها هذا الصوت للاتحاد المصري قبل ما تتسلم هذه اللجنه عملها وتباشر عملها بشكل رسمي يوم 24 بعد تكليفها يوم 20 اغسطس. وكان المثبت بالتقارير والاوراق الرسميه ان هذا الصوت المصري للاتحاد تم ارساله الى الاتحاد الدولي قبل هذا التاريخ في يوم 16 من اغسطس. خلينا نتوقف مع التقرير التالي مع حضراتكم، خلينا نشوف التقرير التالي عن نجم الفريق الأول وواحد من الوجوه الجديدة اللي انضمت حديثا للنادي الأهلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي محمود وحيد.
كابتن محمود وحيد بيرحب بيك على شاشه قناه الاهلي، ويعني من اللقاءات النادره، يعني انت بعيد عن الاعلام خالص، احنا عارفين وبتحب تركز في الملعب، وفعلا من اللعيبه الرجاله بجد، وربنا كرم بالمنتخب، فده بيدل على ان مستواك ثابت، ويعني احنا ولا مبسوطين انك معانا في قناه الاهلي. ربنا يخليك. انا طبعا اللي مبسوط اللي ابقى موجود في قناه الاهلي، وبشكرك على المقدمه الحلوه دي، وان شاء الله اللي جاي يبقى افضل. انا طبعا بحب ابقى بعيد شويه عن السوشيال ميديا وعن الاعلام والكلام ده، فبحب طبعا شغلي في الملعب وتمريني واللي انا اجتهد اكتر، وان شاء الله ربنا يكرمني. يعني كابتن محمود، احنا شايفين فضل الاهلي خد الدوري، الاهلي خد السوبر الافريقي، داخلين على مرحله جديده، دوري اتلعب الجديد، الاهلي ماشي بثبات، داخلين على هنكمل الدوري، داخلين على بطوله افريقيا، بطوله افريقيا غايبه عن النادي الاهلي بقى لها اكتر من 5 سنين. تحب تقول ايه للناس في الفتره ديت عن النادي الاهلي؟ والله اكيد الناس شايفه اللي هو الاداء، النادي الاهلي اتغير وبقى الاحسن وبقى الافضل، وان شاء الله كل اللعيبه يعني مركزه الفتره دي كلها، واذا كان في دوري او في ماتشات افريقيا، فكل طموحنا ان شاء الله ان احنا نحقق بطوله افريقيا، لان دي هي المرغوب فيها. الموسم الثاني مع النادي الاهلي، ايه الفرق بين النادي الاهلي واي نادي تاني؟ انا بصراحه من اول ما دخلت النادي الاهلي وحاسس بتغيير كلي، يعني غير اي نادي عموما بجمهوره، لان جمهور النادي الاهلي غير اي جمهور انا شفته قبل كده، ورا اللعيبه وبيساندهم بواقف وراء في ظهرهم على طول. فالنادي الاهلي كمنظومه كلها يعني غير اي نادي. سواء علي معلول بيلعب، كابتن محمود وحيد بيلعب، النادي الاهلي مطمنين على الجانب الشمال عند النادي الاهلي، حتى كل الجمهور بيقول علي معلول محمود وحيد مش فارق، سبق المستوى واحد. علاقتكم ببعض عامله ازاي، حتى بينكم وبين اللعيبه كلها وبعضها؟ لا انا وعلي طبعا اخوات، يعني انا بحب علي بعيد عن الكوره وبعيد عن اي حاجه. ده كنت بلعب بلاي ستيشن انا امبارح. مين اللي كسب؟ انا طبعا. كسبت كام؟ كسبت في الماتشات 3-1. 3 ماتشات وهو كسب ماتش واحد؟ طب يعني كويس انك في البلاي ستيشن اهو، اتقارص عليه جامد، احنا هنقوله برضه. اصل قصه اللعب دي انا ما بزعلش منها، انا وقت ما ربنا يديني الفرصه بتاعتي فاكيد هبقى عند حسن ظن الجميع، ده اللي بركز فيه، وقت ما العب اللي انا ابقى كويس، ده اللي مطلوب مني، لكن غير كده ما مش مطلوب مني حاجه. شايف في تغيير في اداء النادي الاهلي؟ ده الملاحظ لكل الجماهير. انت شايف مستر فايلر والجهاز الفني اللي معاه والروح اللي ما بينكم الحلوه والتدريبات جد جدا، ومستر فايلر انا شايف شخصيته، يعني الناس كلها بتشوف ان هو يعني قريب جدا من مستر مانويل جوزيه، وانت عارف مانويل جوزيه كان علامه مع النادي الاهلي. شايف ده ازاي؟ هو انت اكيد شايف التمرين كل يوم، وشايف الشغل، وشايف كله بيجتهد ازاي، اذا كان لعيبه او جهاز فني كله عموما، فاحنا على طول مركزين، يعني التمرين اكنه ماتش عندنا بس، فان شاء الله الفتره الجايه يبقى في مستوى احسن كمان. تلقيت خبر انضمامك للمنتخب ازاي؟ على الله كوره. من موقع يعني؟ من موقع. طب ايه كان شعورك بقى؟ تمرين، فطبعا ما كنتش مصدق، وبعد كده اتاكدت يعني. ايوه عايزين نعرف بقى في البيت عملت ايه، الناس الاهل كده عايزين نعرف يعني. يعني دخل الناس معاك في الموضوع؟ والدتي ووالدي كلهم كلموني وباركولي، وطبعا مراتي وكل يعني الناس القريبه مني كلموني كلهم، اذا كان اخواتي اذا كان اصحابي كله يعني. شايف 10 لعيبه من النادي الاهلي في المنتخب الاول، واثنين لعيبه او 3 لعيبه هنقول بقى بالمعارين بالناس كلها، بس هنقول بقى يعني رمضان صبحي، صلاح محسن، في ناصر ماهر برضو كان في الاهلي وهو معار، بس يعني لعيبه كتيره في المنتخبات، هل فعلا مقوله ان الاهلي فايق المنتخب فايق؟ دي حقيقه، دي من زمان عموما، يعني دي مش جديده على النادي الاهلي، اذا كان اللعيبه الموجوده تبقى في المنتخبات فدي مش جديده على النادي الاهلي، طول عمره كده يعني. اخر حاجه، شايف معسكر في الامارات ماشي ازاي، واحساسكم بينكم من اللعيبه، واحنا عارفين بقى في حاجه معموله يمكن انا هقولها للجماهير محدش يعرفها، ان كل لاعب الكارت بتاعه على غرفته بس. دي حقيقه. اشرحها بقى للناس عشان الناس تعرفها. يعني انت لو عايز تطلع فوق دور زياده لازم تنزل تحت في الريسبشن تاخد كارت وتطلع. يعني واضح ان الدنيا متسيطر عليها. لا المعسكر جميل والاجواء جميله جدا، واللعيبه كلها قريبه من بعض، والتمرين كويس، ما شايف اللي هو معسكر كويس جدا يعني.
قول لي اخر حاجه، عايز رساله توجهها لكل جمهور النادي الاهلي اللي متعطشين لماتش. انا بشوف كل الناس يعني عايزين ماتش الاهلي، بس احنا عايزين رسالتك انت لجمهور النادي الاهلي. بشكرهم طبعا على الدعم اللي هم بيسندوني بيه على طول، وان شاء الله ابقى دايما عند حسن ظنهم ودايما كده على طول بيسندونا ورا اللعيبه بتاعتهم، وان شاء الله يعني مش هنخذلهم في اي يوم. محمود وحيد من اللاعبين الجمهور راضي جدا عن ادائهم من الصفقات الجديده، وده اللي بيتفق مع اللي كنا عايزينه في النادي الاهلي. مجلس الاداره، المشرفين على كره القدم، لجنه التطوير والتخطيط للكوره، وفي مقدمتهم طبعا رئيس مجلس الاداره الكابتن محمود الخطيب اللي كان متابع ومشارك معاهم في كل الخطوات في الفتره اللي فاتت بخبراته الكبيره بالتاكيد في عالم كره القدم. كان الجمهور عايز يوصل ان يبقى عندنا في النادي الاهلي الشكل المتعارف عليه في النادي الاهلي، ان عندنا في اكتر يعني في كل المراكز اكتر من لاعب مميز ممكن يتنافسوا، ما نعرفش مين فيهم اللي ممكن يبقى الاساسي ومين البديل في اي مباراه، ويبقى عندنا القدرات اللي تتيح للجهاز الفني والمدير الفني المناوره، او ان يبقى فيها قدر من الفلكسبيليتي او المرونه في الاختيارات حسب ظروف كل مباراه وطبيعه الاداء فيها وطبيعه وشخصيه المنافس وطريقه اللعب اللي تتناسب معاها مجموعه من قدرات عدد معين او مجموعه معينه من لاعبي الاهلي اللي بيشوف الجهاز الفني انهم الانسب لكل مباراه محليه او افريقيه. الحقيقه محمود وحيد من الاختيارات الموفقه جدا في الصفقات الجديده اللي تمت في الفتره اللي فاتت، سواء انتقالات يناير او اغسطس في المرحله اللي فاتت الانتقالات الشتويه او الصيفيه، وبالفعل في منافسه قويه بينه وبين النجم الكبير علي معلول في مركز الظهير الايسر او الباك ليفت. ومحمود وحيد وان كان مش بيشارك زي ما قال في التقرير بشكل دائم، لكن عقليته احترافيه جدا، وبيقول انا بجهز نفسي مش بركز في موضوع اللعب ده، اختيار وقرار الجهاز الفني، المهم اني اكون على قدر المسؤوليه واكون جاهز واقدم مستوى جيد في اي فرصه بتتاح لمشاركتي في المباريات، وانه المنافسه بينه وبين النجم علي معلول مهمه وايجابيه جدا لصالح الفريق. الحقيقه هو ماشي بخطوات بهدوء شديد جدا، خطوات ثابته سلولي بتشور للجمهور راضي عنه، وبيشوف ان المشاركات القليله اللي فاتت قدم فيها مستوى او كان في تعارف مميز جدا بينه وبين الجماهير، لانه قدم نفسه بثقه وظهر بمستوى فني في اكثر من مباراه مرضي جدا ومبشر جدا انه هيكون من الاوراق المهمه جدا ان شاء الله في النادي الاهلي في الفتره الجايه. عشان نختتم مع حضراتكم فقره متابعتنا لاخبار الفريق والمعسكر اللي اتكلم عنه طبعا نجمنا المنتقل حديثا للاهلي محمود وحيد بشكل اكتر من رائع، ان الاجواء فيها تركيز وفيها اهتمام وفيها انضباط وفيها روح كمان ايضا جيده بين اللاعبين، وفي نفس الوقت بتحافظ على تركيزهم وشغل الجهاز الفني مهم جدا عشان نبقي على مستويات الفريق وانطلاقته، اللي اتكلم عنها محمد الشناوي وقال انه الفريق طبعا كان ممكن يتاثر بانطلاقته القويه جدا اللي توقفت مع توقف المباريات ولو لفتره قصيره، ولكن النادي الاهلي عنده من الخبرات واللاعبين عندهم من الخبرات اللي ممكن يتجاوزوا بيه ده، لان انطلاقتهم كانت قويه جدا، ويتمنوا كانوا ان ما يبقاش في اي توقف او خلل في جدول الدوري، ولكن ان تنتظم الامور وتستمر لانها في صالح الفريق الاكثر جاهزيه، وهو طبعا بلا جدال الاهلي في هذا الموسم سواء على المستوى المحلي او الافريقي. هنرجع للخبر الاخير اللي كنا بنتكلم عنه، لان مهم جدا يبقى في متابعه من المسؤولين عن امور الرياضه وعن اتجاهنا لاتخاذ الخطوات والاجراءات الاداريه اللي هي بتكون سليمه ودقيقه وعلميه اداريا، زي عمليه التصويت. بطلان الصوت اتكلم عنه بشكل يعني مميز جدا دكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنه الخماسيه امام لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب للرد على الاستجواب اللي تقدم به عضو المجلس السيد حجازي. كان الامر مثار حول اسباب او من يتحمل مسؤوليه بطلان صوت مصر في عمليه التصويت لنجمنا محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ونجم منتخبنا الوطني في عمليه التصويت من اجل اختيار اللاعب الافضل عالميا. بالتواريخ قدم الدكتور جمال ما يبرئ اللجنه الحاليه، وقال ان التصويت تم وارسال الصوت تم قبل تولي اللجنه مهمتها في 2024 من نفس الشهر او من شهر اغسطس، على ان الصوت بالفعل كان قد تم ارساله من الاتحاد السابق على هذه اللجنه يوم 16 من اغسطس وقبل تسلم اللجنه عملها. اقتنعت بالكلام ده لجنه الشباب والرياضه وعقدت اجتماعاتها برئاسه طارق السيد اللي اثنى على الشرح التفصيلي والتفاصيل والتواريخ والتوثيق والاوراق الرسميه اللي بتحسم الامر اللي قدمها الدكتور جمال محمد علي. واكد الدكتور جمال محمد علي امام اللجنه انه تم التوقيع على التصويت عمليه التصويت من كل من الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي واحمد المحمدي كابتن منتخبنا الوطني الاول لكره القدم، وان هم اللي وقعوا على الاستماره وكلاهما قام بالتصويت لصالح نجمنا محمد صلاح، ولكن الخطأ والكلام لسه على لسان دكتور جمال محمد علي كان في الإجراءات الإدارية المتبعة في الاتحاد الدولي في مثل هذه الأمور. نتمنى أن احنا يعني نحاول نتفادى تكرار الخطأ ده، ونشوف إزاي في الفترة الجاية نبقى أكثر بس احترافية في أننا ما نضيعش جهودنا في أي أمر بنتواصل فيه مع الهيئات الرياضية والكروية عالمياً.
في نهاية فقرة الأخبار بنتوقف مع حضراتكم مع فاصل قصير، وبعد الفاصل نبدأ حوارنا عن كورة زمان وشكل الكورة اختلفت في إيه، وإيه اللي ممكن نوصل له يكون أفضل في الفترة الجاية، وإزاي نتدارك العيوب اللي أصابت الوسط الرياضي أو الكروي، الآثار السلبية للسوشيال ميديا إزاي نبتعد عنها ونتلافاها ونستفيد بالجوانب البراقة أو الإيجابية منها، مع الكاتب الصحفي الأستاذ ضياء دندش. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي ليله، وفي بدايه هذا اللقاء نرحب بالكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفه الجمهوريه الاستاذ ضياء دندش. مساء الخير يا استاذ ضياء، واهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ محمد، سعداء بوجودك معنا على شاشه قناه الاهلي. ده انا اللي ببقى اسعد والله، دي ثاني مره تقريبا ابقى ضيف، وبعدين انا مش ضيف بقى، انا صاحب بيت، لاني اهلاوي، مش عايز اقول زي ما الناس بتقول الاهلاويه الحقنه، لا انا اهلاوي اهلاوي بجد، و ابا عن جد. طبعا بابا الله يرحمه كان اهلاوي حاجه بقى، كان صعب يعني لو ما فيش اكل وشرب، لو الاهلي تعادل اتغلب بتاع، يسيب البيت ولازم يروح يحضر الاستاد او الاستاد التتش في نادي الترسانه، الاهلي بيلعب في نادي الزمالك، في اي حته، في استاد زموره زمان كنا بنقول عليه استاد حلمي زموره، فعشان كده انا خدت منه شويه، بس مش بتعصب يعني، مش يعني عايز اقول لك ازاي، مش بخروج عن الادب يعني، انت فاهم، عمرنا ما وصل بينا الحال ان احنا رحنا شمال قوي يعني، واخد بالك، من غير تجاوز خالص ولا نضايق حد للنادي الاهلي، بس من غير، انا بحب الاهلي وماليش دعوه باي حاجات تانية، انت واخد بالك. حضرتك بدات مقالك بالكلام ده، اولا قلت انهم اقنعوك اخيرا تكتب عن اللي بيحصل في الرياضه وفي الوسط الرياضي، اولا مين اللي اقنعوك قبل ما نتكلم عن ذكرياتك مع الوالد رحمه الله عليه وذكريات الطفوله وحبك للنادي الاهلي ومتابعتك له في الاستاد والمباريات؟ بص الحقيقه هقول لك حاجه، احنا من 2011 الحالة اتغير خالص في البلد كلها على جميع المستويات، والرياضة طبعا دي برانش أو فرع أو حتة كده ليها أهمية جديدة جدا عند الشعب المصري من قديم الأزل، يعني من أول ما الكرة جت مصر طبعا الشعب المصري الكرة دي عنده أيقونة، زي ما احنا بنقول بالفلاحي أفيونة، كيف خلاص بقت الكرة دي، فعشان كده دايما كانوا يقولوا الكوره بتفرح المصريين طبعا، في اسهل وفي احسن وفي اصعب وفي أسوأ الظروف يقولوا الكوره بتفرح طبعا الناس. طبعا الفكره في ايه بقى اللي خلتني اكتب المقال كله عن الكوره وعن اللي بيحصل، الميديا بتاعت الكوره دلوقتي مليانه احداث، في منها احداث حلوه قوي واحداث وحشه قوي واحداث غريبه علينا، وعايز اقولها لك ازاي، ظواهر عمرنا ما تعودنا عليها بصراحه خالص، سيئه كلها، يعني حاجات غريبه كده، انت عارف، عايز اقول لك ده في ظواهر كمان لا تقدر تميزها ايجابيه ولا سيئه، تبقى واقف قدامها محتار، يا دي طلعت ليه، ايه المقصود زي منها؟ ايه يا استاذ ضياء، لو قلنا حاجه من الحاجات المحيره اللي مش قادر تقيمها اذا كانت امر ايجابي ولا سيء، هقول لك بالفلاحي كده، قله الادب اللي على السوشيال ميديا. زمان طبعا كان في سوشيال ميديا ولا كان في بتاع ولا كان في موبايلات ولا كان في، كانت الحكايه كلها القناه الاولى والقناه الثانيه في مزبيرو، واخد بالك، والجرايد الورقيه، وهي دي الحاجات، وعم فهمي عمر ربنا يديله الصحه 7 و5 في البرنامج العام خلاص، وكان 5 دقائق يعني الفقره بتاعته او البرنامج بتاعه كان 5 دقائق، 5 دقائق بقى محدش يزعل مني، بال 30 استوديو تحليلي اللي موجودين في مصر دلوقتي خلاص. اولا انا يمكن لسه كنت بلارش معاك قبل الهوا ان المقال بتاعي المفروض المره الجايه عن الاعلام الرياضي، لانه ساحب شريحه كبيره جدا من الجمهور، من الناس اللي تقعد تتابع. عايز اقول لك من الظواهر اللي مش الغريبه شويه او الجديده على مجتمعنا، زمان كان في غيظ، كنا احنا بنسميها غيظ، الاهلاوي يغيظ الزملكاوي والاتحاداوي يغيظ الاسماعيلاوي والحاجات دي كده، النهارده لا، وصل الحال للالفاظ
ما تتقالش حتى في حضرتك كاتب في المقال في بدايته ان كنت بتقعد في الاستاد في وقت من الاوقات وحواليك اهلاويه وزملكاويه جنب بعض والناس كويسه مع بعض وبيستمتعوا بالمباراه. صحيح الاهلاوي بينتفض ويشجع الاهلي لما يحرز هدف، الزملكاوي كذلك، لكن التاني ما بيحتكش بيه خلص. يعني الزملكاوي ما يحتكش بالاهلاوي لما بيبقى بيحتفل بهدف الفريق نهائي. والعكس نهائي اه طبعا. واخد بالك دي حاجه احنا افتقدناها، وصوره المقال قدامنا طبعا على الشاشه. انت عارف شفنا ظاهره، بدأنا نشوف ظاهرة فصل الجماهير من سنين قريبة، مش من بعيد أو يعني من قريب، لما زي ما أنا كاتب كده إيه الأخلاقيات اختفت بصراحة. الأخلاقيات بمعناها الواسع بقى مش بمعناها الضيق يعني. النهاردة أنا موضوع السوشيال ميديا ده بصراحة أنا يعني الميزة الوحيدة اللي الواحد بياخدها منها إنه يعرف إن فلان مات خلاص، ان فلان حصل له كذا، انما التراشق ده في غير الكوره كمان. انت عارف ده في حاجات بلاوي متلتله والواحد بيقعد يقرا، وانا من النوع بقى اللي ايه ما بحبش اخش في جدل مع حد، فبس ما اقعد اقرا احيانا او اتابع في حاجات تغيظك يعني. تلاقي حد واضح من كلامه، ودي حاجه من الحاجات اللي تضايق اللي انا كنت لسه انت بتسالني عليها، انه جاهل جدا بجميع نواحي الحياه مش الكوره بس، وتلاقيه داخل يا بيبي يضحر ويقاوح وينطح ويشتم في ناس ويعلق على هو ناس. مش شخص مطلع، مش شخص عنده مفيش خالص. وبعدين ممكن يكون ما اتفرجش على ماتش كوره كمان، ولا حتى لو قلت له فلان ده بيلعب فين يقول لك ايه ده بيبيع ايه ده، حاجات كده يعني انت فاهم. ففي ظواهر كتيره جدا ان الاخلاقيات عارف انت لما بنقول برضو بالبلدي كده ابو العريف، كلنا بقينا ابو العريف. طب يعني هنا حضرتك يعني مش قادر تحدد ايه الافيد او ايه الاكثر تاثيرا، الايجابيات ام السلبيات المرتبطه بالتكنولوجي والسوشيال ميديا ونشر الوسائل الاعلاميه وانتشارها وتوسعها بهذا الشكل؟ حضرتك مش قادر تحسم ايه الافضل، هل هي لصالح المجتمع ولا بتضره اكتر؟ بص هي النسبه الاعلى بتضره للامانه اللي احنا شفناه. يعني لو بتضر المجتمع هقول لك مثلا بتضره بنسبه 75% و25% فايده، لان فعلا الفايده قليله جدا. يعني انا مثلا انا وانت اصحاب مثلا من زمان، والحياه مش فرقتنا، خلتنا شويه ما فيش تواصل ما بنتكلمش، وده بيحصل معايا، وبعدين فجاه الاقيك ظاهر عندي على الفيسبوك ببقى فرحان جدا، وبص انهم داخل لك انت فينك اختفيت ليه، فيبدا دي حاجه لطيفه جدا. ممكن تبقى انت عايزني في حاجه مش عارف تتكلم في التليفون مثلا، فبتقوم بتلاقيني فاتح مثلا فبتقول لي اكلمك ما اكلمكش ايه رايك حصل كذا، عامل درجه مرجع الناس للتواصل مع بجد. بعض ايوه التواصل بجد. انما ال 75% الثانيه لا، اشاعات يا بيه وهرتله وكذب وضرب اسفين وتوقيع الناس مع بعض، وزي ما بقول لك ابو العريف. ابو العريف ده ايه؟ ده راجل وست على فكره، مش راجل بس يعني، في سيدات وبنات وبتاع، تبي تخش تقرا البوستات ايه ده؟ انت لا قادر تصدق. وبعدين ممكن يكون انت عندك المعلومه الاكيده الصح عن الغلط اللي مكتوب، فلا بتقدر ترد عشان ما تخشش في جدل، لانه يقول لك ايش عرفك وانت مالك انت واعمل لي بلوك والحاجات بقى اللطيفه اللي احنا بنقعد نشوفها ونسمعها دي. فالسوشيال ميديا انا من وجهه نظري، انا قبل كده بجد شتمت على اللي عملها، انا قلت الله يلعن اليوم اللي طلعت لنا فيه، لان احنا كنا كويسين. احنا جالنا الموبايل سنه 96 او 95 تقريبا، 96 تقريبا، واخد بالك؟ ماشي اوكي، بنعرف نجيب بعض في اي وقت ومن اي حته ومن تحت الماء ومن فوق الجو والحاجات دي كلها. جت بقى النت والحاجات دي، خلي بالك انا كذا مره اتكلم واقول في برامج وفي المقالات ان ده مخطط، الانترنت والحاجات دي كانت مخطط، لان كمان انت عارف في مؤتمرات الريس حضرها قريب والندوه التثقيفيه وحاجات، في مخرجين وفي بقى انا بسميهم عفاريت السوشيال كشفوا لنا بلودة ان موبايلك وهو مقفول يتعرف عنك كل حاجه، يتعرف انت فين وبتعمل ايه وبتاكل ايه وبتتكلم ايه السمارت فون كده، ايه يا بيه البلوه السوداء اللي جات لك. اي حد تساله يقول لك السمارت فون، التليفونات الذكيه او الحديثه اسهل في متابعتها ومراقبتها والشخص كمان، اسهل من التليفونات القديمه ده الحديث القديمه اصعب، القديمه اصعب الحديثه ليه؟ ده دايما بنسمعه من المتخصصين في التكنولوجيا، وده على فكره واقع، ده في ناس كتيره جدا وناس عليمه بباطن الامور قالوا الكلام ده وانا مصدقه. شوف انت بتقول لي ايه الموبايلات الحديثه او الاحدث، هم الجماعه اللي قاصدين المخطط ده ان هم يبوظوا الدنيا بمعناها الواسع برضو، بيحدث بناء على الهدف اللي هو عايز يحققه. انت فاهمني؟ اللي هو يحط لك في التليفون الجديد
خاصيه او اي سي او اي حاجه من الحاجات الالكترونيه دي اللي هي تقدر تخليه فعلا. طيب التغير ده اللي بيسمع حضرتك دلوقتي هيقول احنا مش هنقدر نغير سرعه دوران الحياه طبعًا. وان التكنولوجيا طبعًا. فيها بتتطور بالشكل ده يبقى هاو تو كوب، يعني ازاي نتكيف مع ده وازاي نتعامل معاه وناخد منه الجانب الايجابي بس. احنا لازم ازاي نتعامل مع الامر ده لان مش هنقدر نعطل دوران العلم والتكنولوجيا اللي بتتطور بشكل مش هنقدر نغيره ولا هتقدر. ازاي نستفيد؟ ايه الحاجات اللي حضرتك بتقول خدوا ده من السوشيال ميديا وبلاش يا جماعه الحاجات دي، ابعدوا عنده في الرياضه او في الكل. بص في كل شيء والرياضه طبعا. انا عايز اقول ان انا جيت في فتره قريبه من شهور يعني بدات اتغاظ قوي. الله، الناس اللي بتعمل قنوات على اليوتيوب وعماله تبث سم 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 سم، وفي ناس تانية عماله تبث شتيمه 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 شتيمه، ونادرا ما تلاقي حد مثلا عامل قناه مش اخبار ولا حاجه، الاخبار بقت خلاص مرتبطه بكل حته، وحد عامل قناه مثلا مش لاقيه اللي هو عامل قناه مثلا كوميديه. يا اخي اطلع فرفش الناس يعني، اعمل قناه نكت، فين النكته بتاعت حاجات كده، اعمل مونولوجات، اعمل انت فاهم الحكايه دي، اللي هو غير بقى من التناول مع المجتمع شويه، لان الناس كمان زهقانه يعني، الناس زهقانه من الجو المحيط بينا في المنطقه والبلد والحاجات، حاجات تخنق يعني انت فاهمني، فالناس مش محتاجه تضغط عليها كمان بقله ادب وبشتيمه وبحاجات كده. التعامل كنت بقى متغاظ ليه؟ وكتبت ده على فكره، قلت لا، النهارده القنوات الشتامه اللي هي ضدنا وضد البلد بره في كذا دوله شغالين الله ينور علينا زي الفل. احنا قدرنا شويه مطلعين قنوات بتبدا ما بتردش بنفس الاسلوب القذر بتاعهم يعني، لكن بتعرض الحقائق، بتعرض لك الحاجات اللي في البلد وبتعرض المواقف وبتعرض ده. وعلى فكره بقت دلوقتي ما بقاش حد بيخبي دقنه، خلاص كل حاجه اتعرفت، اللي القناه دي مش هتقوله واللي الاخبار مش هتقولها خلاص هتيجي على النت، دي معروفه. فبدات اتغاظ، طب هو احنا خلاص القنوات الفضائيه اوكي عندنا اللي يقدر يرد، ولو عايزين نرد بنفس طريقتهم احنا قادرين مش عاجزين يعني. السوشيال ميديا الدوله ليه ما يبقاش عندها المواقع الرسميه بتاعتها؟ خلاص اصل ده امر واقع زي ما احنا بنقول، لا هنقدر نغيره، حد فينا يقدر يقفل قناه يوتيوب ولا حد يقدر، واخد بالك، حد يقدر مش عارف يقفل موقع ايه ولا حد يقدر. فاحنا النهارده نتعامل بنفس اسلوبهم اللي هو انا عندي 10 15 قناه يوتيوب مثلا او فيسبوك او لايف او الحاجات اللي بيعملوها دي، لان انا مش عفريت فيها كمان يعني، بتعمل حاجات ضد البلد وضد الرياضه على فكره، بتبقى مقصوده تولع الدنيا تعرف. وبعدين تخش تلاقي ايه 50,000 100,000 130,000 بيشاهدوا الكلام ده، كل واحد من 100,000 اللي بيشوفوا دول بيقول لعشرة، والعشرة بيقولوا لعشرة، بتاع بقوا 100 مليون، بقوا 30 مليون، يا نهار اسود. وتصحى تلاقي البلد كلها شايط زي حد مثلا في موضوع لطيف قوي بقاله فتره الاهلاويه كل انا مش هتكلم فيه مبسوطين جدا بيه، ان الحكايه رجعت بقت لطيفه والميه بقت بتجري والحمد لله الدنيا بقت رايقه. لسه امبارح واول امبارح ناس ده وجعها جدا وجعها جدا، وكان القيامه قامت، فبداوا يهرتلوا بقى بلايفات وحاجات ومش عارف ايه. الاهلاويه الله اكبر عليهم بقى، الاهلاويه اللي بجد حضرتك تقصد ان الناس متضايقه من رجوع الاهلي لشكل الاداء بالظبط كده، وتعاملاته مع الناس جهاز فني موفق وصفقات جديده والعلاقات وتعاملاته مع بره وتعاملاته مع الناس اللي بره، انه ما عندوش ازمات يعني، انه مرحله الازمات الحمد لله، واخد بالك. وبعدين على فكره احنا يعني الواحد برضو اصل الاهلي ده لازم دايما يتحط في جمله مفيده، لو الاهلي ما اتحطش في جمله مفيده ما فيش جمل وما فيش كلام بصراحه. الاهلي طول عمره بص مدرسة في الأدب، الشياكة، الذوق، الرقة، الأخلاق، مش عايز أقول المبادئ لأن دي ده التايتل بتاعنا من يوم ما الأهلي اتعمل خلاص يعني، دي حاجة موجودة طبيعي يعني، لكن إحنا الناس مع الوقت بتكتشف ده واخد بالك. فالتعاملات بتاعة الأهلي مع أي كيان أو مع أي شخصية بتتسم بده، اللي دايما أكتبه بيغيظ ناس كتيرة جدا، اقول ايه كابتن الخطيب شفناه عندكم هنا في القناه كم مره، ها شفناه هنا في القناه كم مره، ده يمكن مره اتنين، القناه معموله في 2008 خلاص، النهارده بقى لنا 11 سنه، مره اتنين لما بقى رئيس نادي خلاص، عمل فيديو مره مش عارف كان ايه في مدينه نصر وكان في اجتماع مجلس اداره. حتى كمان على مستوى اداره القناه بسمع من زملائي دلوقتي ان كابتن الخطيب كمان بيرفض المبالغه في الامور الخاصه بيه على شاشه القناه، يعني انه رفض حسب المعلومه اللي وصلت لي احتفال القناه بعيد ميلاده، انه ما يبقاش في حاجه مبالغ فيها بشكل يعني. شوف بقى هقول لك على حاجه، مصر كلها بقى مش الاهلاويه بس،
في الخطيب ده عندي. بص انت، انا اجيب سيره كلمه الخطيب دي او كابتن صالح سليم الله يرحمه، انا جسمي اشعر انت عارف يعني، تلاقيني في حنين او حميميه جوه في قلبي كده ناحيتهم، لان دول بالنسبه لي انا قلت الكلام ده عندكم هنا وبقوله في اي قناه بره. هل حضرتك بتشوف انه طول الوقت انه اللي عايز يتشهر يصبح كبيرا يبقى مشهور يبقى له اسمه يبقى اسمه بيتم تداوله، يحاول انه ينتقد الكبار، يدخل في خلافات مع النادي الاهلي، يقول اسم النادي الاهلي في جمله مفيده، يحاول يحتك بالنادي الاهلي باي شكل، لانه النادي الاهلي الواقع بيقول انه حتى الشخصيات اللي دخلت من مصر او من خارج مصر في اي نوع من الشراكه او التعاون مع النادي الاهلي اصبحت مشهوره. كل الشخصيات اللي بتتعاون مع النادي الاهلي دايما، حتى لو وين وين سيتويشن، حتى لو النادي الاهلي مستفيد بالعلاقه دي والكيان او الطرف الثاني اللي بيتعاقد او بيدخل في شراكه مع الاهلي مستفيد، الا انها بتعمل له نقله كبيره جدا. يعني بدليل النجاح اللي حققه مانويل جوزيه، وقد حقق نجاح كبير جدا للنادي الاهلي كرويا، ولكن هو كمان اسمه اتغير خالص في بورصه المدربين عالميا. طب الله ينور عليك. الاهلي هنا في تعاملاته زي ما قلت لك بيتعامل بالاخلاق والشياكه و و و و وكل الصفات الجميله دي. الجهه الثانيه اللي بتتعامل مع الاهلي، اذا فرض وحصل مشكله، حصل ضرب في العلاقه، حصل ديفو، حصل اي شيء بوظ او عكر، مش بوظ، عكر العلاقه دي، تفاجأ بان الاهلي يلتزم الصمت تماما، حتى لو الطرف اللي قدامه ده مش فاهم ايه اللي بيحصل، فيقوم تلاقيه راح مطلع الأسلحة التقيلة والخفيفة والبيضة والنارية والدنيا كلها، وبدأ يضرب في الأهلي يضرب في الأهلي يضرب في الأهلي. حبيبي ده الأهلي ده جبل، اقعد يضرب في الجبل ده، الأهلي ده دشمة، الأهلي ده هرم، اقعد يضرب زي ما انت عايز. زي ما صمت الأهلي مش ضعف خلاص ولا طيابة، ده أدب. ودايما الأهلي رؤسائه بمجالس إدارته بجمهوره حتى بأعضائه بكل الكيان على بعضه يسيب مساحة كده، حتة صغيرة مفتوحة، يمكن عقلك يرد وتلاقي نفسك غلطان، فهتيجي تقول سلام عليكم هتلاقي الباب اتفتح، اقول لك عليكم السلام اهلا بيك، انا لا خلاص الموضوع انتهى. حتى النادي الاهلي لو قرر في يوم من الايام يرد على التجاوز، يا اما بالطرق القانونيه او الاجراءات القانونيه او برد مباشر، بيرد بالشكل اللي عايز يرد بيه ويليق بالنادي الاهلي بالظبط، مش بالطرف الثاني في المشكله. يعني دايما النادي الاهلي يقول انا برد على اي اساءه ليا باسلوبي انا بالظبط، بشكل فيه رقي النادي الاهلي ما بينزلش. ايوه الصمت الراقي ده يصيب بعض مش كل الاخرين بالجنان بجد، لا بحاول حقيقي يعني مش بقول لك كده، لا يعني بيجي لهم عقده نفسيه واخد بالك، وبتندرج تحت اي مرض نفسي يعني، بالتجاوز بالالفاظ البشعه خلاص اللي لا نسمعها ولا نقولها، بي 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 ده كله. الاهلي ساكت، سكوته كل ما الاهلي يسكت يتضرب اكتر، كل ما يتضرب اكتر الناحيه الثانيه تتجنن اكتر، انت فاهم؟ فيبدا الغلط يزيد لحد ما كل الدنيا تقول لك الله الناس دي ساكته. شوف حضرتك كل اللي بتعمله رؤساء النادي الاهلي في المجالس المتعاقبه، بشوات يا بيه، الراحل الكبير الكابتن صالح سليم طبعًا، والسابقين عليه، والكابتن محمد عبد الصالح الوحش، والكابتن مرتجي، ومرورا بالكابتن حسن حمد، والكابتن وصولا للكابتن الخطيب وغيرهم وما بينهم طبعًا، يعني طبعًا، واللي قبلهم واللي بعدهم من رؤساء النادي، انه في شكل في سمت معين ما بيتغيرش، في حد ادنى لا يمكن النزول عنه من الاحترام في التعامل باسم النادي الاهلي. يعني ده اللي اتعودنا عليه. انت عارف حد النهارده حضرتك شايف ان ده اللي مناسب للنادي الاهلي؟ طبعا، لا هو ده الستايل بتاعه. وعلى فكره يعني ربنا يدينا العمر على قد حياتنا، يعني مش هنشوف الا ده، واللي جايين بعدينا اللي هم طالعين بقى الصغنططين والشباب والاطفال واللي في الثلاثينات بقى والاربعينات والحاجات دي، دول اللي لسه هيشوفوا الاهلي اكتر، اللي بيسمعونا بكره يقولوا يا ده كان في واحد اسمه ضياء دندش كان بيقول كذا، او محمد الجندي بيقول كذا، او فلان بيقول كذا، هيلاقوا الكلام ده حقيقي مش بيتغير بتغير الاشخاص خالص. طب انا عايز ارجع للذكريات بسرعه، رغم اهميه الكلام اللي حضرتك بتقوله، ايه الحاجه اللي بتتمناها من مشاهد الطفوله مع الوالد رحمه الله، مع الاسره، مع اصدقائك، في متابعه المباريات، استمتاع بمباريات الاهلي في المدرجات وفي الاستادات، ونفسك تشوفها النهارده، الحاجه اللي بتحلم ترجع تاني؟ اقول لك على حاجه لسه النهارده، انا ابني الكبير صحفي برضه في الجمهوريه في القسم الرياضي برضه، فالنهارده بقول له شوف لنا يا اخي تذكرتين لماتش المنتخب الاولمبي يوم الجمعه، عايز احضر الافتتاح. هموت يا محمد والله العظيم واحضر ماتش في الاستاد او في النادي الاهلي او في نادي اسكو او في نادي البلاستيك او في نادي الاتحاد السكندري، هموت واقعد في وسط جمهور زي زمان.
اللي هو الناس كلها تهيص مع بعض والزعلان قاعد والفرحان قايم وبعدين ده يقعد وده يزعل وده يقوم. استاد مليان هموت في ماتشات الدوري والله العظيم هتجنن نفسي. انا خلي بالك السادات دي اصل عايز اقول لك ايه، انت عارف زمان انت فلاح زينا طبعا يقول لك المصاطب بتاعه الاستاد بتاعه الانديه اللي كنا في السادات في الملاعب كانت مصاطب اسمنت كانتش كراسي خالص، فيقول لك ده البنطلون اتنحل من كتر القعده على المصاطب دي من كتر ما رحنا. احنا كنا كان بابا مثلا الله يرحمه يقول ايه يوم الجمعه الساعه 10 الصبح الاهلي تحت 14 هيلعب مع السكه الحديد، فين يا بابا في نادي مش عارف فين، فياخدني في ايده ونروح، هو لو ما عرفش يروح انا عرفت، فهو ماخد بعضي ورايح واخد بشوف تحت 14 سنه تحت 16. الحاجه الوحيده اللي اتمنى الوالده انك هتشتري قصب. امي الله يرحمها بقى كنت ايه اجي لها الصبح كده اقول لها بقول لك ايه الراجل بتاع القصب واقف على الناصيه ما تجيبي ثلاثه ساخ يا ابني ما انت شويه هتنزل مش عارف تجيب ايه، لا والنبي هو والله يخليك عشان قبل ما يمشي ده القصب مش عارف ايه فتديني شيلن. طبعا في ناس ملايين ما يعرفوش يعني ايه شيلن دلوقتي، فاخد الشيلن ونحطه في جيب البيجامه ونازل وطلع ولا ده مشي ده انا لقيته مشي. والصلاه الجمعه تخلص كان في بقى في شارع رمسيس اتوبيسات بتيجي من العباسيه ومن رمسيس وبتاع تروح على الاستاد دي ببلاش، نط في الاتوبيس وانا لابس البيجامه والكاوتش مش الكوتشي كاوتش بتاع باتا زمان ده والكاوتشات اللي كنا بنشتريها ب 15 قرش الشوز من الاسعاف من على السور بتاع خلاص، ونخش وكنا ننط من على السور كنا مش نطلع نذاكر عشان اوفر ثمن التذكره 3 ساغ ولا 20 ساغ ولا بتاع الدرجه الثالثه، خش بقى ونستمتع بالحياه بقى. ما احنا بندي قدوه دلوقتي كل الشباب التزموا ما فيش حد لا حد بينط من على السور دلوقتي لا ما فيش نط من على السور دلوقتي الناس دايما لا ده انا عارف الناس ذكريات جميله كلها بس ناخد منها الحاجات اللي هي ما تبقاش متناقضه مع اللي احنا عايزين نطبقه النهارده. انا بقول لك شوف مدى الواحد حرصه على انه عايز يروح الماتش، وبعدين اول ما تخش بقى فوق كده من اول ما تبدا المدرج وتبص على المنظر. تعرف اخر ماتش انا حضرته كان منتخب مصر مع الكونغو في برج العرب اللي صعدنا فيه كاس العالم، كان معايا بنتي وكان معايا الله يرحمه يحسن اليه حبيبي الله يرحمه يحسن اليه ماتش ضربه الجزاء اللي عملها تريزيجيه واحرزها صلاح كان معايا الله يرحمه يحسن اليه الاستاذ عادل المصري رئيس قطاع القنوات الاقليميه في مزبير الله يرحمه ورحت انا وهو وميده بنتي خلاص، كانت اول مره تروح استاد وكانت هتتجنن. فشوف راحت في ماتش ايه، قال لك ده 60000 و70000 ده احنا كنا 110 او 120000 في الاستاد. مش عايز اقول لك لا حاجه من جوه التنطيط ده بالمشاعر. انا شفت مناظر ناس بتتصرف بتلقائيه استحاله الناس دي تعمل كده واخد بالك، فادي حاجه من ضمن الحاجات. قبليها كنت رحت ماتشين للمنتخب برضو كنت انا وعادل المصري برضو الله يرحمه، ماتش الاهلي وتنزانيا اسف الزمالك المنتخب وتنزانيا والمنتخب والسنغال بتاع لما كان الكابتن شوقي غريب بيضرب المنتخب شويه في استاد القاهره خلاص، برضو كانت حكايه لطيفه وفي جمهور وفي حاجه نفس الجمهور انه بقى اللي بيحب ناديه وبس. اولا على فكره عشان تبقى عارف نادرا ما كنت تشوف يافطه الاهلاويه رافعينها في الاستاد او الزملكاويه او الاتحادويه او الكلام ده صدقني شفناه من 10 15 سنه بس جديد علينا، كانت كلها هتافات وهتافات محترمه ومحدش كان يشتم حد. عارف بقى لما الاهلي والزمالك بالذات كان الماتش يخلص وده يكسب او ده يكسب كنت تتفرج على الاحتفاليه بره الاستاد في الاحياء الشعبيه خلاص، اللي ده كسبان الجمهور بتاعه طالع بقى عامل حاجات مش هقدر اقولها واللي ده كسبان واخد بالك، لكن بدون عراك بدون خناقه بدون قله ادب بدون تجاوز بدون حاجات بدون 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 ده الجمهور اللي هو الجمهور اللي زيه زيك. انا كابتن شريف عبد المنعم كابتن حبيبي شريف عبد المنعم حبيبي حبيبي شيري وصاحبي على ماتش من ماتشات الاهلي الصعبه جدا مع الاسماعيلي في سنه من السنين في جيله يعني وجيل الكابتن خطيب والمجموعه المميزه دي كلها، فالماتش متازم قوي كابتن شريف كان بيقول وحد من نجوم الاسماعيلي مش متذكر مين عشان بس اختلط عليا الاسم جاب جون حلو قوي في الاهلي، قال لي ما قدرتش رغم ان احنا دخل فينا جون وانا عايز اكسب الماتش والماتش متازم والاسماعيلي حقيقي دايما كابتن شريف يقول كان ند لينا على ملعبه وعلى ملعبه دايما ماتشاتنا على الاسماعيلي كانت صعبه، يقول وانا راجع قلت له حلو الجون ده يعني جون حلو قوي، قال لي ما اقدرش يعني لعبه ممتعه كوره حلوه رغم انه دخل جون في مرمانا بس هو بيستمتع بقى بالجون الحلو هنا بيقول له الجون ده حلو وهنكمل عايزين نكسب يعني هم الاهلي هيكسب الاسماعيلي بيحاول لكن بيقول للكوره الحلوه انها يعني عارف حاجه مميزه. انت عارف في لعيبه كتير من خارج الاهلي يقول لك لما كنا نلعب في ماتش قصاد الخطيب
في ناس كانت تقول لك احنا بنسرح ونقعد نتفرج عليه. اتفق على ما اتذكر انه كان كابتن محمد حازم. محمد حازم الله يرحمه. وانا عايز اقول لك انا فاكر انه قال له حلو قوي الجون ده يا حازم. انا فاكر كابتن الله يرحمه محمد حازم ده كان فلت من فلتات الزمن الاخر الله يرحمه. فكان في لعيبه كتير في البرامج من انديه تانية يقول لك الخطيب لما كنا ننزل بيلعبوا قصاده قصاد الاهلي والخطيب بيلعب يقول لك احيانا كنا بنسرح نسيب الماتش ونقعد نتفرج عليه على ترقيص وعلى طبعا موهبه استثنائيه ما يعني من المواهب اللي ما تكررتش. الخطيب ده ياما خلى صدرنا وجعنا من الزعيق ومن الحاجات والبتاع. لا لا ايقونه ربنا يا رب يا رب يا رب يديله الصحه يشفيه ويعافي عنه ويكمل شفاه بالخير ويخليه لجمهوره والناديه والبنات والبيت والاسرته والحبايبه. الخطيب ده ايقونه حاجه ربنا يكرمه يا رب ان شاء الله. وعلى فكره مش انا بس اللي بدعي والله في ناس كتيرة جدا مش أهلوية. وأول مثلا ما حد تيجي سيرة تقول لهم كابتن تعبان أنا شفته في الماتش الفلاني جعيني طالع على السلم رجله يقول لك ربنا يشفيه. بص ما والناس دي ما تعرفوش يعني يمكن أنا من حبي للحياة والأهلي وللخطيب ومتابعتي ليه وحاجات وبتاع خطيب ده يقونا. أنت عارف في ناس كتيرة زعلت في قنوات بقى غير قناة الأهلي عملوا له فرح العمدة في عيد ميلاده ده بيه يا جماعة إحنا بنهزر إحنا يعني قنوات كتيرة يوم 30 ده عملوا له انا ليا اصدقاء زملكاويه قالوا لي كنا موجودين في ماتش اعتزاله وبكينا في الاستاد وقت اعتزاله انه موهبه مش عايزينها تبطل كوره الماتش ده مش عايزينه يبطل لعب قدامنا في الماتش اعتزاله ده ما فيش يعني هو من المواهب طبعا هو بيقول لك غير طبيعيه يعني واستثنائيه كلمة جدا كلمه الف شكر دي انت عارف دي طالعه من قلبه ده احنا لا العياط ده ما كانش يعني لا ازاي انت رايح فين انا اتفرج على مين يعني يعني انت مفيش لكن الاهلي انت عارف بعديها زي ما بنقول ولاد يعني النادي ولاد طلع نجوم ولعيبه استمتعنا بيهم لكن يا اخي برضه سبحان الله ترجع اقول لك يبقى الخطيب في حته لوحده وبقيه النجوم والحريفه واللعيبه واللي امتعونا دول في حته ثانيه خالص. طيب هنتقل مع بس حضرتك بس الكابتن ده ما يزعلش مننا لو بيتفرج علينا احنا بنحبه فنتكلم عليه براحتك. لا حقك مش هو اللي بيقول لنا اتكلموا عليا لا انت عايز هنتكلم عن بعد السوشيال ميديا والصوره الجميله اللي نفسك ترجع للمدرجات يا استاذ ضياء. هنتكلم شويه عن نجمنا كمان محمد صلاح وما اثير عن اولا بتحبه جدا والاشاده في مقالك بتقول انه يعني من اللاعبين اللي بتستمتع بيهم وسعيد بنجاحهم وانه بتدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يحفظه ويحفظ موهبته ونجاحه ده. فكرة شارة الكابتن وأشرت لها حضرتك بتقول هنا ده قرار الكابتن حسام البدري إذا كان شارة الكابتن تبقى من نصيب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر طبعا صاحب الخبرات الكبيرة كابتن أحمد فتحي 17 سنة بيلعب فيرست تيم سواء في الإسماعيلي أو الأهلي أو أي نادي آخر طبعًا أو تجاربه خارج مصر من نص عمره يعني طبعًا بيلعب نص عمره 17 طبعًا سنة كاملة بنجاح لاعب محترف سواء في المنتخب أو في الأندية كلاعب كرة محترف وده مشوار لا يستهان به. والنجم الكبير محمد صلاح اللي محقق حالة استثنائية على المستوى الدولي لم تسبق في تاريخ اللاعبين المصريين. تمام شوف الموضوع ده ازاي والجهاز يتعامل معاه ازاي من وجهة نظرك. بص لما قلت ده قرار كابتن حسام كان في اللحظة اللي أنا كنت بكتب فيها دي من أسبوع أو حاجة كانت الدنيا هايجة ومولعة وولاد الحلال اللي هم ما بيسيبوش لولاد الحلال حاجه واخد بالك مهيجين الدنيا مولعينها وبيسخنوا الحكايه وكانوا عايزينها توصل صدقني في كارهين كتير جدا يعني في كارهين للبلد فييجوا بيدور لك على شعرايه كده فييجوا هيجوا الدنيا عشان يفسدوا العلاقه ما بين فتحي وصلاح ما بين حسام البدري وفتحي ما بين حسام البدري وصلاح باظت الدنيا بيه انت عندك دول نجمين لا ما حدش يقدر. فانا كنت مره ساعات اكتب على كابتن حسام البدري في المقالات وهو مدرب الاهلي وكان احيانا يوصلني ان هو لما بيقرا بياخد على خاطره يا اخي افرد التكشيره دي شويه. هو حسام شخصيته كده جد وحازم وصاحب قرار وشخصيته قويه في الملعب وخارج الملعب. الحقيقه هو قدر يعمل لنفسه بعد تجربته مع مستر مانويل جوزيه الحقيقه طبعاً. يعني قدر يعمل لنفسه شكل ونوع من الفانس او صور بيدافع عن نفسه برواز. امام الاعلام الاعلام برواز. ما ينتقدوش بسهوله بيتعاملوا معاه باحترام شديد جدا بيعملوا حسابه بشوف الصحافه والاعلام وكده بتراعيه جدا في التعامل قدر يعمل لنفسه برستيج وشكل ونوع من الهيبه
لكن بسمع انتقادات انه ما تحبش اعلاميا نتيجه إعلامية انه مش فريندلي مش ودود مع الناس. يعني ما بقولش ان هو مطلوب، هو راجل مطلوب شغله بس بس دايما بيقولوا في ذكاء اجتماعي، في ذكاء اعلامي في تعامل النجوم او الشخصيات العامه. كابتن البدري بتاريخه ده والسي في بتاعه لاعب ومدرب ومدرب للمنتخب وقبلها مع الاهلي وشخصيه عامه، مطلوب منه درجه من المرونه اكتر شويه يبقى لين شويه العام او الاعلام. وبص انا شايف حضرتك شايف الاشكاليه. لا 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 مظبوط، لا ده كلام مظبوط ما يحسب له او عليه. لما كان بيطلع في مؤتمرات صحفيه واي صحفي او اي صحفيه او حد من اللي في المؤتمر الصحفي يوجه له سؤال ما يعجبوش لا 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 لا, لا يعجبه او ما يعجبوش، حسام على طول الرياكشن بتاعه على وشه بيبان انه صاحب السؤال ده قصد يحرجه، فتلاقي رده يبقى عنيف جدا او تقاطيع وشه تبقى مش لطيفه. يعني رد الفعل معاه مش لطيفه للي بيسال، بس انت قاعد قدام كاميرا انت فاهمني، فده بيوصل ليا في البيت. سيبك من اللي قاعدين في المؤتمر الصحفي، خلاص اللي بيحصل بيحصل، ده على سكيل ضيق قوي، انما ده انت فيه ملايين بتشوفك خلاص. ما بقولك لا، اي سؤال لازم تجاوب عليه، مش عايز تجاوب عليه قول معلش مش هقدر يا جماعه عشان انا عندي اسبابي، لكن بشكل يبقى زي ما انت بتقول ايه في ليونه. لا وكابتن حسام في بعض الاوقات كنت بشوفه خارج من الملعب من الاستاد كمدير فني وفي مراسل بيعمل حوار معاه، في سؤال ما عجبوش في موقف بيشيل المايك ويمشي، له ايه السؤال ده وايه الموضوع ده ومين اللي قال كده وانتقادات ايه. يعني لو حس ان السؤال اقل من اللي هو محققه من نجاح او مش على مستوى ما توقعه من اسئله تناسب الفتره دي من وجهه نظره هو بيكملش الحوار، بيبقى قاسي جدا. مره في ماتش للاهلي ومش فاكر مين الحكم، الحكم كان متقلها شويه مزودها شويه مع الاهلي، يعني خلاص احنا بنفهم كوره لان لعبنا كوره كمان مش مشجعين بس، ففي حاجات كانت اوفر شويه ضد الاهلي، وهو حسام واقف كده على الخط ومربع فالكاميرا تقطع عليه وشه، فشويه الحكم جاي فتقريبا حسام بدري ايه شوح او ادى ظهره وعمل حركه، فالحكم جاله على الخط يعني بيترخم عليه يعني. لا الكاميرا جابت الرياكشن يا باشا، حسام البدري بيبص للحكم بصه من فوق لتحت. شفت فاكر المشهد؟ لا 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 شوت صعبه جدا. الحكم لو جاي يطردك انت البصه صعبه جدا. انا سوري يعني ده انا ببص لواحد لمؤاخذه، الحكم ده خد اكشن مع كابتن حسام في الماتش ده. ما انا بقول لك صح، ما انا بقول لك لانه هي البصه بعد الشكل بانت قوي في الكاميرا وتوقف بعدها لانه قالوا ساعتها ان البصه فيها تقليل من احترام الحكم او الحكام عموما. النهارده انت بقى منتخب مصر كانت واضحه جدا يعني المشهد كان النهارده انت منتخب مصر انت النهارده منتخب مصر، فالمطلوب هو انت هنا في الاهلي بتتكلم باسم الاهلي او بتشتغل باسم الاهلي، لكن انت بتشتغل باسم مصر واخد بالك، لازم شويه يبقى انا ما بقولش يطلع اسرار شغله وما بيقولش يقول ولا يعيد ولا يزيد ولا بتاع، لا يبقى فيه زي ما انت بتقول تعامل لطيف مع يعني اللي هو انت عارف يقول لك لاقيني ولا تغديني، عارف المثل الفلاحي ده، هو ده كده يعني انت شوف تقابلني بالحضن وبوس وبتاع وبس ما تعزمنيش على العشاء مش عايز اتعشى. طيب ما هو بالمنطق ده كابتن حسام او غيره من المدربين اللي طريقتهم مماثله او مشابهه اللي هم طف شويه في طريقه التعامل مع الاعلام مع راي العام، في واحد بقى انا اسف في التعبير يعني يجي يقول يا جماعه هم انتوا هتناسبوه ولا عايزين شغله ونتائجه، يعني في ناس يقولوا كده، يعني في ناس يجي يستنكروا الكلام ده اللي هو كتير مننا بيطالب بيه انه يبقى في ذكاء اجتماعي اكتر، في طريقه مرنه اكتر، في بشاشه في التعامل مع الاعلام. لكن في ناس تقول يا جماعه انتوا عايزين شغله، انتوا بتشتغلوا بشكل بروفيشنال ولا احنا بنتكلم في حياه الراجل وشخصيته بقى وطبيعته واجتماعياته. اقول لك احنا عايزين الاثنين خلاص، دي في ايده هو. يا راجل احنا شفنا جوزيه بيضحك قليلا، حلو نادرا قليلا جدا، يعني الاهلاوي بيعشقوا التراب اللي بيمشي عليه بس عشان الاوت كام بتاعه كمدرب، الشغل اللي عمله مع اللي وفره له النادي عمل تجربه اعجازيه. وبعدين انت عارف ايه كان في التدريبات، ما كنا ساعات كده الدنيا تبقى حلوه وكنا بنحضر التدريبات في الاهلي، مانو جوزيه كان يعمل حاجات مع اللعيبه في الملعب، تلاقي الجمهور اللي قاعد بيتفرج على التدريب بيسقف له هو، فتلاقيه حي الجمهور مش بيضحك، لا ليه رياكشن لطيف مع الجمهور واخد بالك. حسام البدري ليه لقطه شهيره في يوتيوب كده بتاع الولد الصغير اللي راح مش عارف ايه وسلم عليه ويعني حاجه كده، طبعا له لقطات مع الجماهير والسلام واستقباله قبل درجات الجمهور لازم مش على طول الخط، يعني في مشاهد جيده جدا له كمدير فني مع الناس والتعامل. هو كمدير فني انا مش هاجي جنبه خالص الا لما اشوف عمل ايه، هو لسه ما ابتداش وبدايه تجربته، فاحنا قلنا التقييم هيبقى بعد فتره كمان مش على المستوى الشخصي. بس انا عايز ارجع للنقطه دي، حضرتك مع اميل للراي اللي بيقول
مشوار لاعب بحجم احمد فتحي بنقول 17 سنه درجه اولى منتخبات وانديه، مش 17 سنه مشواره مع كل مشواره اكثر من طبعا 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 النجم في الفيرست تيم في فرق في الممتاز داخل وخارج مصر وصولا الى نجاحه الكبير مع النادي الاهلي، وواحد من ستارز منتخب مصر في عدد من البطولات وارقام قياسيه حققها، والى الان بالبرفورمانس او الاداء اللي بنشوفه في المباريات دي اللي هو كل ما نقول احمد فتحي كبر بيفاجئنا بمعدلات ادائه في الملعب زي ما شفنا في الماتشات في بدايه الدوري، كل ما يكبر يحلو يعني لا بيفاجئنا انه داخل في تحدي مع نفسه انه ازاي ينافس ويرجع ويبقى المنافسه هو ولا محمد هاني النجم الجديد الصاعد، يعني عامل حاله مخليه الكل بيقول لا ده نجم مؤثر وهو بيرجع منتخب مصر تاني. مين اقدر، هو ولا محمد صلاح اللي هو الاشهر عالميا في الجيل الحالي من لاعبي مصر وواحد من اشهر لاعبي العالم على الاطلاق حاليا، نحسبها ازاي او ايه الراي اللي يكون عادي؟ طب انا هقول لك حاجه برضو، في سنين قبل كده يعني من 15 سنة مثلا 20 سنة حاجة كده، كان كابتن الفرقة أي فرقة أي نادي المنتخب كان كابتن بحقه حقيقي جوه الملعب بره الملعب في أوضة اللبس خارج النادي خارج سور الملعب، واخد بالك كابتن بمعنى كلمة كابتن. افتقدنا احنا النوعية دي بقالنا سنين طويلة، عارف من امتى؟ من ساعة ما الملايين دخلت في أسعار اللعيبة بأمانة جديدة يعني خلاص. بص أعتقد تديني إشارة الكابتن ولا تاخد لك 2 مليون جنيه، لا أخد 2 مليون جنيه ده في كتير كده خلاص، ولظروف كتير احنا مش هنقعد نتكلم فيها. تجاوب بدبلوماسية يا أستاذ ضياء وما قلتش تتحل إزاي القصة. لا لا ما أنا هقول لك، بص يا بيه التوليع اللي حبوا يعملوه بين الثلاث أطراف كابتن حسام محمد صلاح أحمد فتحي خلاص، حسام البدري افسده لما عمل تصريحات، وده ذكاء منه، ده ذكاء مهني ان انت لما تلاقي الدنيا السوشيال والبتاع والعك ده كله ونقاد رياضيين وبتاع، خلي بالك مش السوشيال بس يعني، واخد بالك ما في ناس ليها مصالح برضه في الحاجات الجميله دي يعني وليها اهواء طبعا طبعا، راح طالع مخلص الحكايه في حوار في تصريح حاجات كده خلاص. فتحي طبعا لتاريخه، فتحي برضه من النوع اللي عمري ما شفته بيضحك في الملعب، تخيل احمد فتحي جد قوي بس مش الدرجات يعني لا. هو يعني مركز بيبقى الماتش كله 90 دقيقه، لا هو مش بيضحك كشري ولا ريزل لا لا لا, 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 لا طول الماتش من نوع الجد قوي اللي هو فايتر قوي في الملعب، الراجل ده ساعات بيعمل فاولات من الحماس بتاعه عشان الزياده، انا عايز يدي فريقه اقول له والله انا كده اقول له يا راجل حرام عليك يعني، انت عارف وانت بتتفرج تلاقي نفسك بتكلم، هو لاعب مقاتل لاعب فايتر وتركيزه من بدايه المباراه لنهايتها بيلعب كل الوقت بنفس درجه يا بيه، ده معرفش مين من ما عندوش تخاذل ابدا، نجوم افريقيا العالميين بتوع اوروبا لعب مره قدامه، لا ده جابوا ارض أرض. ده وقفه ده ما فيش ما كملش ربع ساعه ما عرفش يلعب كوره. ففتحي اذا كنا بنتكلم على التاريخ والاقدميه و و و والسن والخبره والمكانه وحب الحب اللي بيتمتع بيه من جوه المنتخب نفسه من جوه اللعيبه نفسها، مش بس على مستوى جمهور النادي الاهلي، لا 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 لا, 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 لا. كله يعني فتحي عارف قيمه احمد فتحي وتاريخه اخلاقه حجم البطولات اللي حققها، وبيني وبينك بقى عايز اقول لك ما لعيبه الاهلي كلها اخلاق، هو في حد بس كمان في لعيب بيضيف لموضوع ان لعيب اهلي ولعيب ستار ولعيب محبوب اعلاميا كمان نجاحه بالارقام، ان لعيب في مشوار حقق اللي حققه احمد فتحي بيبقى عنده كريدت كبير قوي. بص يا باشا احنا بنتكلم على حسام، عاشور ازاي رصيد بطولات وانجازات حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني في نماذج كده بتبقى عليها سبوت بتنور كده انت فاهمني، كابتن اسامه عرابي لما وصلنا ربنا يديله الصحه طبعا، وكان رقم قياسي في عدد المشاركات وسنين اللعب في الاهلي، انا كنت نموذج للعيب الكوره اسامه بيلعب اقول لهم جرار مسك الكوره جرار بيجر الفرقه كلها وراه يعني، لا في نماذج كده. لكن انا بالنسبه للموضوع ده انا بقول لك صلاح صدقني بقى مش محتاج حاليا شرط الكابتن، لا هتضيف له ولا هتقلل منه، صلاح على المستوى العالمي لم يعني مفيش لعيب يا سيدي عربي خلاص، مش كنا بنقول رابح ماجر ومش عارف مين بتوع المغرب وبتوع تونس واوروبا، النهارده محمد صلاح قفل الليله دي يا باشا جاب درافة، وامبارح الحمد لله الحمد لله تريزيجيه بدا يسعدنا امبارح، ده الاخر ابننا الغالي ده اللي عمل ماتش حلو وجاب جون جدا احنا بقينا قاعدين بنتفرج في القهوه، انت عارف احنا لا والمحمد صلاح بننزل عشان نتفرج عليه ونتعفرت عشانه، ولو جاب جون الدنيا تتكسر وحاجات كده، النهارده صلاح مع تريزيجيه طب وبعدين، فبقينا صدقني بقينا ايه، تريزيجيه يلعب كره حلوه الناس بتشجعه، وصلاح يلعب كره حلوه الناس بتشجعه، واخد بالك؟ فصلاح على المستوى العالمي والدولي والحكايه دي، ولسه سنه صغير 25 26 سنه
سال عمره قدام ربنا يكرمه ان شاء الله. هتيجي فتره يعني هتيجي فتره. عارف صلاح، هو عارف صلاح لو قعد سنتين كمان في ليفربول والله ياخد كابتن ليفربول سنتين، واخد بالك؟ لان هم هناك حسبتهم في اوروبا غير حسبتنا احنا هنا خالص. احنا برضو هنا عندنا شويه عاطفه، خلي بالك. اقول لك اه فتحي كابتن وخبره وقديم واكبر و و و و و هناك ما بيحسبوهاش كده. هناك في ناس زي ما احنا كنا في فرق يا استاذ ضياء عندها تصويت، بتختار بتعمل انتخابات. محمدي مش المحمدي وثلاث كباتن للفريق، محمدي كابتن استون فيلا محمدي، وكان الكابتن الفرقه اللي قبلها هي كانت نيوكاسل او حاجه كده يمكن الفرقه الكامله هل سيتي، كان كان الكابتن بتاعها برضه، وده مصري بقى لا انجليزي ولا امريكاني ولا يوناني، واخد بالك؟ فهناك ليهم حسبه فعلا زي ما انت بتقول. معلش انا اسف انا قطعت كلامك، في فرق بتعملها بالانتخاب، وفي فريق المدير الفني بيكرم فلان او عايز يميز اللعيب ده، هو انتاجه مخلي المدرب عايز يديله مكافاه، مكافاه انه مميز، يديله الاشاره. وفي مدرب تاني لا، انا شايف ان ده شخصيته اقوى ويقدر يبقى قائد او ليدر فعلي زي ما قلت لك من شويه، جوه وبره وفوق وفي المدرج. مجدي طلبه كان كابتن مجدي في وقت من الاوقات، النجم مجدي طلبه كان كابتن نادي باوك في اليونان. طبعا في وبالانتخاب طريقه انتخاب الكابتن طبعًا هناك طبعًا طبعًا قائد الفريق. فحته تعرف الشاره دي بيني وبينك يعني انا يعني هل ممكن نقول للناس يا جماعه ما نعملش او ما نفتعلش منها ازمه ان شاء الله؟ لا 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 الجهاز الفني لا 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 مع طبعًا. النجمين احمد فتحي ونجم النجمين احمد فتحي ونجم محمد صلاح لافضل شكل ممكن، واللي يحافظ على العداله وعلى الروح الايجابيه في الفريق، وانه يوصلوا للقرار الصائب يعني، عشان ما نفتعلش ان دي ازمه بقى جديده في المنتخب وهنقعد الاعلام يتكلم يعني. بص اشعر احساس داخلي من الانطباع الشخصي اللي انا واخده على احمد فتحي من يوم وهو كان بيلعب في الاسماعيلي حد، والانطباع الشخصي اللي عن محمد صلاح من يوم ما شفناه في المقاولين وطلع بره وربنا كرمه، خلوقان. دول بني ادمين عندهم اخلاق رهيبه. فمن اخلاق محمد صلاح اللي شايف احمد فتحي ده اخوك كبير، اخوك كبير وفعلا جوه الملعب كابتنه، ما دي ما فيهاش فصال، ما فيهاش فصال. فصلاح اعتقد انه اخلاقيا وخلقيا وخلقا وادبا انه اكيد قال للكابتن حسام البدري ده احساس توقعك او كابتن احساسك بالموضوع. مش هنعمل ازمه عشان الموضوع ده، كابتن فتحي اولى اعتقد، عشان كده الحكايه قفلت خلاص، واخد بالك؟ وكابتن حسام قال لك احنا هنأجلها يعني. لا مش هتأجل يعني الموضوع، بس الناس تشوفه في اطار انه والله الجهاز الفني فكر في فكره ناقشها مع النجمين والاحق بيها هيكون. طب معلش انا مش هعمل عليك مذيع، مش نقول كل حاجه. لا طبعا اتفضل. لا انا مش هعمل عليك مذيع. لو كابتن حسام البدري ساعه الهيصه دي والولعه والحريقه دي راح طالع قال لك احمد فتحي كابتن المنتخب، الشرم احمد فتحي، ما كانش حد يقدر يلومه لانه عمل القرار اللي هو حسب هو ده حسابات العمر والانتاج. هو ده اللي انا كاتبه المنتخب للاحق. هو ده اللي انا بقى اقصده في المقال يعني. هو ده اللي انا اقصده في المقال. خلاص كابتن حسام اطلع احمد فتحي، ومش لازم تقول عشان واحد اتنين تلاته اربعه. بس الناس عشان ما تقولش بنتكلم في قناه الاهلي او بتكلم عن نجم نجوم الاهلي، لو كانت الاهلي معكوسه كان اللعيب اللي من خارج الاهلي هو الاكثر خبره والعطاء وعدد السنين دي والبطولات دي، كنت قلت هو اللي حط شرط طبعا. ايا كان نجاح اللاعب التاني يعني، بتكلم بدون النظر لمعايير النجاح. ما احنا ممكن احمد فتحي مثلا ما كانش لاعب، ومعرفش مين فوق ال 30 ما كانش لاعب، وطارق حامد مثلا 28 29 سنه تقريبا في الحدود دي تقريبا يعني، وهو في المنتخب. ما طارق يجي اهلا وسهلا. طيب عايزين نتكلم عن امر تاني استاذ ضياء، هنتكلم شويه عن ما فعله الدكتور جمال محمد علي، ووضح لجنه شباب والرياضه بعد الاستجواب اللي قدم في مجلس النواب يعني حقيقه الامور، وان اللجنه الخماسيه الحاليه وهو نائب رئيس اللجنه الدكتور جمال بريئه تماما بالتواريخ وبالوثائق من فكره او من المسؤوليه عن بطلان صوت مصر في الاتحاد الدولي من اجل التصويت لمحمد صلاح كافضل لاعب في العالم. حضرتك شايف ازاي الاشكاليه، ويعني ايه تصويت وبطلان صوت مصر حتى لو مش المسؤول اللجنه الخماسيه الاتحاد السابق عليه؟ التواريخ اللي اعلنت في اطار الازمه دي اما اتعملت انصفت على فكره اللجنه الخماسيه انصفتها، لان كان حكايه التصويت والكلام ده على ما اتذكر كده لانها كانت في اغسطس، هي كان 16 يعني ارسل صوت مصر او الاتحاد المصري 16 اغسطس، واللجنه دي تم الاعلان عنها وتكلفها 20 وتولت عم بشره مهام العمل 24. طيب فقالوا التاريخ ده ما كناش موجودين فيه يعني، حلو ايوه. كان في الوقت اللي قبل 20 اغسطس ده وقبل 16 كمان، كان الاتحاد السابق كانت الدنيا متربقه فوق دماغهم بعد كاس الامم يعني، كانت الدنيا كلها مش بتقطع فيهم، ده كان يعني محدش طايق الهدوم اللي عليه يعني، احنا كلنا كنا كده واخد بالك.
ففي وسط الهيصة والزنبليطة ولا لا هنمشي مش هنمشي والإقالة والاستقالة والبتاع وطلعوا بعضهم طلع على القنوات واتكلم وقال وعمل و و و و كل ده نسيوا الكلام ده في النص معاني ده شيء مهم جدا فهم اللي تحملوا ده. وعلى فكرة الكلام ده أثبت بالفعل من أكتر من جهة خلاص ولكن يعني المفروض أو ما عرفش ده حصل ولا لا أنا يمكن ما تابعتش لجنة الخماسية مش يعني مش تعتذر أصلا هتعتذر عن حاجة هي ملهاش ذنب فيه لكن ما عرفش في الوقت ده لما بدأت التواريخ تتكشف والورق يطلع والحاجات دي ما عرفوش يردوا يعني ده اللي أنا كنت حاسه إن مش خايفين يردوا يتورطوا في حاجة خايفين ما يردوش يقولوا انتوا ساكتين يبقى انتوا اللي عملتوا تفهمني حالة الحيرة والريبة دي. هو رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة حاليا عمرو الجنايني قال انه اجرى اتصال ده كان في المؤتمر الخاص بالاعلان عن التعاقد مع الكابتن او تكليف الكابتن حسام البدري كمدير فني للمنتخب قال انه اجرى اتصال اوضح فيه كل التفاصيل لنجمنا محمد صلاح وان اللاعب حسب رواية الكابتن عمرو الجنايني تقبل الامر او اي خطأ اداري او اجرائي قد يكون حدث وتسبب في بطلان الصوره. فاحنا خلاص اللجنة الحالية تم تبرئتها من هذا الامر بعد المناقشه والاستجواب في لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب ولكن فكره الخطا ايا كان من مين ما بنقولش فلان او علان او المجموعه دي او السابق برضو مش محتاجين نراجع نفسنا شويه ان احنا مش عارفين نتعامل مع الاتحاد الدولي في اننا يبقى صوتنا بيرسل بشكل ايجابي ومؤثر في عمليه التصويت طبعا حاجه زي دي معقده يعني يا كيمياء الموضوع زي ده شيء محزن شيء محزن وبعدين انت بتجيب سيره الفيفا احنا عندنا المهندس هاني ابو ريده بسم الله ما شاء الله ده احد كوادر واحد الجبابره في الفيفا طب وايه فين والكلام ده عنده فين والكلام ده عنده وفهمه يعني المفروض خطا زي ده ما كانش يعدي لكن اعتقد ان اللجنه بتدير الاتحاد بنسبه نجاح معقوله انت عارف اللي هو ايه عايز اقولها لك ازاي دي لجنه مؤقته بتصير الامور لحد ما يحصل انتخابات وجمعيه عموميه وحاجات من دي هل ممكن يكون ارسال صوت مصر تصويت من اجل نجمنا محمد صلاح حصل في الفتره اللي بنقول عليها الترانزيشنال فيز الفتره الانتقاليه اللي بين خلاص الاعلان عن نهايه عمل الاتحاد السابق بعد كاس الامم وتكليف واختيار اسماء اللجنه الخماسيه الحاليه فكان شويه الامور مش واضحه ومين اللي معاه الصلاحيات ومين اللي بيعمل الاجراءات ده ممكن يكون اللخبطه دي حصلت الدنيا بايظه وقعت الدنيا بايظه وقعت خالص يعني في فتاه الامر ما بين القديم والجديد في مسافه كده يحصل فيها حاجات كتير يحصل فيها حاجات كتيره جدا وحاجات كتيره تبوظ وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه تفكير شيطاني بقى والله ليه نظلم الناس هو حسب تاكيدات كمان من زملائي ان قال اضاف الكابتن عمرو الجنايني انه الخطا حدث في هذا التوقيت وكان المسؤول عن الاتحاد حسب روايته حسب روايه كابتن عمرو الجنايني اللواء ثروت سويلم اللي كان مكلف بهذه المرحله الانتقاليه لحين تكليف لجنه كده. وكان بيؤدي فريضه الحج في الوقت ده بالظبط ده كده. يعني ده استكمال كده. للمعلومات اللي بالظبط كده ودي المعلومات دي على فكره اتقالت وقت حدوث الازمه يعني ان الامور تاهت يعني احنا في فتره بس ما اتقالتش بشكل رسمي اتقالت بشكل تسريبات اللي هو فلان بيكلم فلان في التليفون على جنب فيقول له لا ده صار وصل مصر وكان فالناس تطلع تكتب على المواقع وتكتب روايات بقى كتير عن بالظبط وده يبقى ياخد النقطه دي يحط عليها ثلاثه وده يحط عليها اربعه يعني هو بس خطا نتمنى ما يتكررش طبعا يعني حتى طبعاً. الفترات اللي يبقى فيها تغيير لكيان او لمجموعه اشخاص بيديروا كيان رياضي في مصر نتمنى يبقى فيه بوليسي معينه او طريقه معينه او سياسه معينه او بروتوكول ازاي يدار في مرحله انتقاليه انت عارف من المجموعه دي الى المجموعه دي يبقى برضو الاجراءات ماشيه انت عارف انا التركيبه بتاعت اللجنه الخماسيه انا شخصيا عجباني الجروب على بعضه كده الخمس اشخاص تركيبه تحس ان اللي اختارها ده معلم بحق وحقيقي يعني واخد بالك تخصصات والخمسه بخمس مثلا تخصصات لا ده بحوالي 15 او 20 تخصص واخد بالك فاعتقد الناس زي دي بالعقليات دي وبالخبرات دي ان كلهم خبرات في 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 الوسط الرياضي ما حدش يقدر ينكر يعني كلهم في مجاله يعني ما اعتقدش ان اخطاء زي دي احنا خلاص صلاح في برضه استفتاء تاني اهو قريب واخد بالك واكيد في تصويتات وفي حاجات وبتاع اعتقد لا خلاص بقى نتمنى يعني نتمنى ان اللجنه بالخبرات اللي حضرتك متفائل بيها دي تكون موفقه في مهامها لان ده هيطور المسابقات في مصر والرياضه هيدعم منتخباتنا بس الدوري يشد حلو ينتظم يعني موضوع حتى الدوري اللي هو بالدور الاول اتحط جدوله وبعدين هنعدله وهنرجع الوقت ده هنقدم الماتش ده عمرك يعني بس هي كانت بادره في توقيت مش مناسب انت عمرك اطول من عمرك كنت لسه هقول لك مش معنى ان حصل ده بص في حاجات كتيره جدا في البلد بتتعمل إيجابية مش شرط ومش لازم ومش ضروري إحنا نعرفها لا في حاجات تخص الدولة كدولة
خلاص منها ماتشات الكوره دلوقتي. ما احنا معلش عفوا يعني بيجي ماتش كوره بنلاقي شويه عيال بتطلع بتشتم وشويه عيال معلقه يافطات لا مؤاخذه قله ادب وشويه عيال مش عارف بيعملوا ايه، مخلين واحد زي حالاتي مش عارف يروح يتفرج على ماتش. يعني انا عايز تروح تستمتع بالمباراه من غير شد وجذب. يا راجل بقول لك دخلنا الاستاد عشان نتفرج على ماتش من بتاع ده، اول ما دخلت عينيا دمعت افتكرت وانا صغير الحاجات دي واخد بالك. فالنهارده ازمه الانتظام الدوري والحاجات دي حبوا برضو ان هم يستغلوها ويضرب في مقتل ويعمل لك ازعرينا وشعلالينا طب الماتش ده تأجل الاهلي والزمالك احنا نعرف ليه. انا حتى كصحفي خلاص ما ينفعش اكلم حد اقول له هتأجل ليه. والله الحد ده حتى لو هيقول لي في ودني بيني وبينه كده اخويا انا مش هقول، لكن ما ينفعش هو يقول لي. استاذ ضياء ده الناس دلوقتي بتعمل مليارات بره من الدوريات والامور بتبقى منتظمه ومتخططه سنتين وثلاثه وعشر سنين قدام، بلاش نقول 20 سنه، واحنا هنا الامور ما بين التعصب اللي حضرتك قلت عليه انه عامل عبء كبير جدا على الدوله، وايضا تعامل الدوله مع الكره عوده الجماهير لسه بحرص شديد ويعني ايه على استحياء فكره لحد ما بنسمع دلوقتي للاسف بعض المحللين في استوديوهات تحليليه بيدخلوا مصطلحات الامن القومي في الكوره. يعني وصلنا لمرحله ما لهاش علاقه بالرياضه والكوره عالميه. الناشونال سيكيورتي لاي دوله لا يشار اليه في الحديث عن الدوري في الدوله خالص، فده كلام عندنا احنا بس متفردين بيه. فاحنا بس الامور من ناحيه الدوله ان شاء الله تقدر تصل لافضل سيناريو والجماهير كمان تساعدها ونبقى الامور ابسط منتظمه بتكسب فيها ربحيه فيها تسويق ناجح. شفت كلوب الاسبوع اللي فات الماتش اللي كان قدام ارسنال دخل خمس ست اولاد 16 سنه و17 سنه في ليفربول، يا خبر ابيض على الماتش. والماتش بص بقى حضرتك بتتكلم على ماتش توتنهام وليفربول ارسنال وليفربول 5-5 وضربات الترجيح. بص يا بيه انا من يوم ما بدانا نتابع ليفربول عشان خاطر محمد صلاح احنا كمصر اول مره اشوف كوره حلوه ممتعه تخطف قلبك تلاقي نفسك تقول يا اللي هو من الولاد الصغيرين بتوع ليفربول دول عملوا ماتش يا استاذ. عشان كده واحد صاحبي بيقول لي الجمهور خد يعني خد متعه كوره من الماتش ده باكتر من قيمه الفلوس اللي دفعها لما يشوف 10 اجوان وبعدين ضربات ترجيح واكتر من صلاح وماني وفيرمينيو والجماعه دول. احنا اتمتعنا بالعيال دي صحيح، حريفه كوره قوي، حريفه كوره قوي واخد بالك، حريفه حريفه بجد. فعايز اقول لك تاني يوم كلوب طلع قال لي ايه؟ قال لك انا بفكر انسحب من الكاس دي لان انا مش عارف اعمل ايه، انا بلعب بطوله اوروبا وكاس مش عارف ايه وكاس ايه هم عندهم اتنين كاس ودوري ومش عارف ايه انا. فاحنا المصريين حتى لو زياده قلنا له يا اخي انت عندك فرقه لعبتها قدام ارسنال العب بيها الكاس ولو خرجت ما حدش هيلومك واخد بالك، وتبقى اسمك عملت فرقه ثانيه. شوف بقى انتظام الجزئيه اللي انت بتتكلم فيها. الدوري الانجليزي ما سمعناش عن ماتش اتاجل ولا ده، انت بتفتح النت قبلها باربع ايام يوم الاثنين الساعه 9 ليفربول وليستر سيتي هي 9 حصلت بقى مش عارف ايه ما حصلش الماتش جاست 9 تلاقي الحكم بيصفر لسه بيبلغوني ان بس في محتمل تكون هناك مشكله في التوقيت الخاص بمباراه ليفربول واستون فيلا في كاس الاتحاد الانجليزي لارتباط ليفربول بجدول المشاركه او مواعيد المشاركه كاس العالم للانديه يعني بس دي بطوله كمان بتتعمل فتره واحده وفتره قصيره جدا بطوله مجمعه في فتره معينه من السنه. ما هو عشان كده لازم ازاي تتحل، بس هنشوف بقى ازاي التعامل مع ده بالظبط كده، ازاي المرونه في التعديل بشكل يعني يرضي كل الاطراف. صحح لي كده، كنت سمعت او قريت ان اللجنه الخماسيه هيجيبوا لجنه او خبراء من انجلترا او من اسبانيا او يعني خلينا نشوف اللي هيحصل، بلاش نستبق الامر او نقول توقعات، احنا وقتنا بينتهي. هل حضرتك حابب تقول اي كلمه او توجه اي كلمه للنادي الاهلي او لجماهير النادي الاهلي او لمشاهدي القناه او للمسؤولين ومجلس الاداره بقياده الكابتن خطيب في نهايه الحوار؟ بص جمهور الاهلي هتفضل طول عمرك عظيم وهتفضل طول عمرك مؤدب وهتفضل طول عمرك بتشتري اللي يشتريك واللي يشتري ناديك ويحطه على دماغه. دي رسائل على فكره واصحابها عارفينها يعني اذا كانوا بيتفرجوا علينا. النادي الاهلي زي ما بيقولوا ايه، يا جبل ما يهزك ريح واخد بالك. اتضربت كتير واتطعنت كتير واتهنت كتير واتشتمت كتير وعفه لسانك بتجنن اللي قدامك اللي بيعمل كده معاك. مجلس اداره الاهلي عايز اقول حاجه، هي ما تزعلش بس انا متغاظ منها قوي.
سريعا اذا امكن. جدا جدا في ناس عامله قنوات على اليوتيوب بيطلع يهرتل ويقول اي كلام وانا كاهلاوي بزعل. اصل انا النهارده تواصلت مع 5 من مجلس اداره النادي الاهلي وقالوا لي 1 2 3 4 5. هنا كمان في اشاده وحضرتك هتكمل كلامك طبعا بالزميلين الاستاذ محمد القوسي والاستاذ احمد الخضري في برنامج اهلاوي وزملكاوي. حضرتك قلت ان ده نموذج البرنامج الرياضي اللي بيقدم الرؤيتين والاختلاف في الانتماء. ده انا فوجئت وهم على فكره ما يعرفوش ان انا هكتب عنهم نهائي. حضرتك اشدت بيهم في المقال. مجلس اداره الاهلي ارجوكم ارجوكم الاستاذ شريف فؤاد ده عشره عمره صديق عزيز حبيب شخص ممتاز. لما حد يطلع يقول كده معلش عفوا لازم يترد لان ده بيكسب بونط على مجلس اداره الاهلي ان هو راجل مخترقهم وصاحبهم. مجلس اداره الاهلي ما حدش بيفتح بقه بكلمه من اول الكابتن لحد اصغر واحدث واحد فيهم. دي معروفه كويس جدا. اللي بيطلع عايز يكسب جماهيريه انا بقول لك والله العظيم ما بكذب عليك انا ببقى قاعد محروق دمي. منين اقعد افكر في اعضاء مجلس الاداره من اول الكابتن لحد ما فيش حد بيتكلم. نصل الى الجمله الاخيره طيب. علشان انا القوسي القوسي والخضري عاملين حاله لطيفه جدا. الاهلاويه والزملكاويه اللي احنا بنتكلم عليهم في اول المقال اللي كانوا بيقعدوا على بعض مع بعض على المصطبه في الاستاد او في النادي الاهلي. الاعلام الرياضي اللي حضرتك عايزه والتشجيع اللي حضرتك عايزه والاختلاف الايجابي الصحي. نعم. كابتن محمود الخطيب ربنا يديك الصحة ويخليك لينا رب وللأهلي ويمد في عمرك ويمتعك بالصحة والعافية. بشكر ويكمل شفاء عليك يا رب. يا رب إن شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك على وجودك معنا الكاتب الصحفي الكبير ومدير تحرير صحيفة الجمهورية أستاذ ضياء دندش. شكرا جزيلا لحضرتك. استمتعت بيك وبالأهلي وبالناس اللي بتفرج علينا وبالقناة وبكل حاجة. نورتنا يا أستاذ. ربنا يخليك. بشكر حضراتكم على المتابعة. نهاية هذا الحوار وهذه الحلقة من حلقات الأهلي الليلة. شكرا لحضراتكم إلى اللقاء.